طيب نستكمل كما ما بدأنا سابقا، ده الدرس الثالث. هيتبقى عندنا جزء الأرجل. أيضا ممكن نبدأ بإبلين سكيل داون. البلين هيكون في هذه المنطقة وليكن في هذا الجزء، سكيل في الإكس. ممتاز جدا. R في الزد و G في الزد هكذا. سكيل هنقول ان هنا في 3 فيرتكس، او خلينا نقول 1 2 3. طيب وان تو ثري. طيب تمام. هنختار الإدج هذه ثم لوب كات هكذا، وكل اللوب كات نحرك من غير البروبورشنال ايتنج. هنشوف انهي. طيب تمام، ده كده بهذا الطول، ده أطول شوية هكذا، ده مثلا هكذا يعني تقريبا لهذه النسبة. ونحرك هذا ثم هذا، ممكن ده يكون مثلث كالتالي. هكذا. طيب R scale ثم هنضيف solidify apply لل scale. ال solidify هيكون 0.1 مبدئيا. نتأكد ان في ميرور. تمام جدا، هنضيف ميرور مبدئيا قبل كل شيء. ها هنا في الحولة البادي طبعا السكيل اقل من كده شوية. ممكن نعمل روتيشن حول الواي، يكون في روتيشن حول الواي. الاوريجن هيكون في الجيومتري، روتيشن حول الواي وروتيشن حول الاكس. خلينا نشوف الريفرنس. في هنا طبعا كده وليكن لوب كات ودي سكيل. ممكن حتى اللوب كات ديت اي اف هكذا، وسكيل في الاكس سكيل كالتالي. عشان ممكن نعمل دوبليكيت ونحرك ده في التراش. مبدئيا هنضيف السوليديفاي، وهنضيف هنا لوب كات الت اس، ونضيف السب ديفيجن سيرفس. نقول ان هنا 3. طيب ده كده ال legs. هنضيف هنا طبعا بعض ال definition. ده كده جاي بشكل دائري، وده نفس الموضوع نفس الفكرة
ده كده جاي بشكل دائري. طيب ما زال هنختار كده Shift S Cursor to Selected، ثم بعد ذلك هنا يكون Rotation حول طيب ده كده البودي نفسه. هل يتبقى لدينا غير الماتيريال؟ طيب مبدئيا ده كده يكون باللون الريد، فاحنا هنختار الوايت ونقول ان ده ريد. ريد وان والباقي زيرو. رفنس وانتو تمام، لكن البوردر ممكن نقول ان البوردر بلاك. تمام جدا، تمام جدا. هنا ده كده يكون نفس الريد ولكن يلو باللون هيدا، برضو في بوردر باللون الأسمر. هنقول إن ده بوردر بلاك. طيب تمام، بلاك ريد هنا دايله. طيب بالنسبة لي الـ I، أنا سايب الملف ده كنسخة version chicken 2، وهضيف هنا وليكن هضيف هنا أختار مثلا الـ vertex هذي، أختار هذي الـ vertex ثم سيركل. سكيل اختار فقط الفيرتكس هذه. طيب ممكن بقى كان بنعمل موديفاير، خلينا نختار هدول واكسترود في هذا الاتجاه. هنضيف هنا لوب كات، ها هنا لوب كات. في في الاكس هنحذف هذا الجزء، ثم ميرور اولا قبل السب ديفيجن كليبنج نختار كل الايدجز جي في الاكس. ها هنا ثم بلس مرتين ونضيف ان ده كده مبدئيا ده كده اصلا هيكون وايت،
وايت، ثم هنضيف بلاك. يبقى كده الشكل عندنا. مش هنحتاج ده دلوقتي، فنضيف هكذا. خلينا نشوف الرندر. ممتاز جدا. بالنسبة لي الرندر، هنلغي الريفرنس، هنضيف باك جراوند جي في الزد، اكسترود في الزد هكذا، كنترول بيفل. وسموس. بالنسبة لي اللايتنج كاميرا، مش هنحتاج اي باك جراوند، فقط هنقول ان في هنا اريا لايت، ده كده اسمها الكي لايت. كي لايت، خلينا نقول ان الكي لايت هنا. الباور هنبدأ بمية، والرفنس هكذا. هنا كده وليكن اريا لايت، موف تو الكاميرا 50 و 1 متر. تمام. ها هنا هنقول ان في هنا في اللايت، في اللايت 5، والكالر يعني بلو. وها هنا كالتالي نضيف كاميرا كنترول الت 0 90 اند 1080 اند زوم ان. ممكن الخلفية طبعا الباك جراوند هذه تكون هنستخدم سايكلز كتست. هنقول ان التست هنا عندنا 500، ونشوف. طيب إضاءة ضعيفة هنعمل دبل، ده كده هيكون 500، ونقول إن ده كده 200، وده هيكون 50. شوف الإضاءة يعني كده معقول شوية. وين يعمل رندر؟ تقريبا كانت هنا من الرندر. طبعا ممكن يتم حفظ هذه الصورة من سيف هذا بعد الانتهاء من الرندر. And that's it for this tutorial. Don't forget to subscribe to my YouTube channel to get notifications for my upcoming lessons and courses. And good luck.